السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة اتعلم دوت نت. معاكم يوسف أحمد ودرس جديد من دروس الربح من الإنترنت والربح من موقع كليك بانك الشهير وسر التسجيل والقبول في موقع كليك بانك من الدول العربية، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السعودية. كلنا عارفين ان الدول العربية دي محظورة من التسجيل في موقع كليك بانك. تابع الفيديو لآخر ثانية علشان تعرف ازاي تسجل في كليك بانك ويتم قبولك ان شاء الله علشان تبدأ اول خطوة في الربح من موقع كليك بانك. بس قبل ما نبدأ ياريت تشجعنا وتعمل لايك للفيديو ده وكمان مشاركة بين اصحابك واصدقائك علشان الكل يستفيد. ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وكمان فعل زر الجرس علشان توصلك اهم فيديوهات الربح من الانترنت بمجرد رفعها على القناة. يلا نشوف سر التسجيل في موقع كليك بانك والطريقة الصحيحة والشرعية للتسجيل في موقع كليك بانك بس بعد الانترو. ورجعنا لكم من تاني والطريقة الصحيحة والشرعية للتسجيل في موقع كليك بانك والقبول علشان تبدأ تربح من موقع كليك بانك. قبل ما نعرف هنسجل ازاي حابب انوه عن نقطة انتشرت كتير قوي في الوسط العربي واليوتيوبرز العرب. شفت شرح كتير لأصدقاء وناس على اليوتيوب بيشرحوا التسجيل في كليك بانك عن طريق استخدام VPN. الفكرة دي تنجح فعلا مع كتير من الناس، ان انت بتختار مثلا دولة زي الولايات المتحدة الامريكية عن طريق VPN ايا كان نوع VPN ايه، وبتسجل والخطوات بتتوالى وبيتم قبولك مباشرة. لكن المشكلة دايما اللي بتقابل اي حد بيسجل عن طريق VPN ان لو تم مراجعة حسابه بيتم قفل الحساب بتاعه اللي انشأه حتى لو عليه رصيد وعليه ارباح على كليك بانك. فتخيل ان انت ممكن تخاطر بارباحك اللي انت هتحصل عليها على موقع كليك بانك القوي جدا لو انت سجلت عن طريق VPN، ممكن يتقفل حسابك وتضيع ارباحك وتعبك وشغلك اللي انت اشتغلته على موقع كليك بانك. علشان كده انا مش برشح الطريقة دي نهائيا في انك تستخدم VPN في التسجيل، وارشح لك الطريقة الشرعية اللي هنشرحها النهاردة في التسجيل من موقع كليك بانك بطريقة صحيحة 100% علشان ما يتمش حظر حسابك بعد كده وتضيع ارباح. كل اللي انت بتعمله ان انت بتدخل على موقع كليك بانك دوت كوم زي ما انت شايف www.clickbank.com. هتضغط على create account علشان تبدأ تسجل بياناتك الصحيحة في موقع كليك بانك علشان تنشئ حسابك. زي ما انتوا شايفين دي صفحة التسجيل في موقع كليك بانك. اول حاجة personal information، تاني حاجة banking information، وتالت حاجة account information. في الاول كده لازم تسجل بياناتك الصحيحة 100% علشان هنحتاجها في تأكيد حسابك بعد كده بالطريقة الشرعية اللي احنا نشرحها علشان يتم قبولك في موقع كليك بانك. اول حاجة هنا بتدخل البيرسونال انفورميشن زي ما قلنا، البريفرد لانجويج او اللغة المفضلة، طبعا هتختار اللغة الانجليزية، الدولة تختار الدولة بتاعتك مفيش اي مشكلة خالص. انا هنا في مصر فهختار مصر، ادور على ايجيبت زي ما انتم شايفين. بعد كده بتدخل الاسم الاول بتاعك والاسم الثاني والعنوان صحيح، وبعد كده بتنزل تكتب العنوان الاخر، يعني انت لو لك عنوان تاني ممكن تكتبه هنا، وتنزل تسجل البوستال كود او الكود البريدي لاقرب مكتب بريد ليك، وبعد كده بتكتب المحافظة هنا والمدينة بتاعتك، وطبعا لازم تسجل رقم التليفون رقم الهاتف بتاعك وتسجل البريد الالكتروني بتاعك. بأكد تاني ان تسجيلك للبريد الالكتروني والبيانات ديت لازم تكون البيانات بتاعتك والبريد اللي هنكتبه هنا او البريد الالكتروني اللي هنكتبه هنا لازم تكون حافظه 100% لان هنحتاجه تاني بعد كده. بعد ما بتسجل البيانات الشخصية الصحيحة بتاعتك بتنزل تضغط على Next Step علشان نتحول للخطوة التانية وهي Banking Information زي ما احنا شايفين.
اول حاجه في البيانات الشخصيه بتاعتك في البانكينج انفورميشن بتكتب الاسم بتاعك وطبعا الاسم باللغه الانجليزيه والبانك نيم. في البانك نيم هنا يفضل استخدام بنك امريكي، يفضل كمان مره استخدام بنك امريكي او بنك اجنبي ايا كان، ويفضل طبعا بايونير او بسيرا. بايونير او بسيرا دول افضل بنكين للتعامل معاهم في بنك في موقع كليك بنك. فهنا انت بتسجل اسم البنك سواء كان بايونير او بسيرا، وبعد كده بتختار الدولة سواء كانت الولايات المتحدة الامريكية، وبعد كده بتوافق على الشروط والاحكام. طبعا لازم افتح التيرمز اند كونديشن زي ما احنا شايفين علشان ايقونة تفعيل موافقة الشروط والاحكام هنا تتفعل زي ما احنا شايفين قدام. بعد ما بتدخل البيانات الخاصة بالبنك بتاعك سواء كان محلي او بنك اجنبي، بتفعل الشروط والاحكام زي ما قلنا وبتضغط على نيكست ستيب. زي ما انت شايف هنا بيقول لك thank you for your interest in click bank. Unfortunately you can't offer you an account at this time. Click here to for more information. يعني بيقول لك كده تم رفض الطلب بتاعك في موقع click bank. كل انت هتعمله هنا بقى من النقطة ديت ان انت هتتوجه للدعم الخاص بتاع click bank علشان نشوف هنعمل ايه. هنا بقى بيبدأ شغلنا الحقيقي، ان انت بتروح على السبورت او الدعم الخاص بموقع كليك بانك. لو نفتكر صفحة الشروط والاحكام اللي احنا لسه فاتحينها دلوقتي، هتضغط على سبميت اريكويست اللي قدامك دي علشان تبدأ تكلم المسؤولين عن الدعم في موقع كليك بانك علشان يفتح لك الصفحة اللي قدامك دي ان انت بتقدم طلب بتواصل مع دعم موقع كليك بانك. اول حاجة بتكتب البريد الالكتروني بتاعك اللي انت سجلت بيه في الابليكيشن من دقيقة اللي فاتت دي. لازم تكتب البريد الالكتروني بتاعك الصحيح اللي انت لسه مسجله، وبعد كده بتكتب في السبجكت او الموضوع نروح على الرسالة اللي جات لنا، واخدها كوبي كده واكتبها هنا في الابليكيشن بتاعي هنا، واكتب لاصق للموضوع بتاعي. بعد كده بنزل على حاجة اسمها الديسكريبشن او وصف المشكلة، ودي الرسالة المهمة جدا اللي لازم تكتبها لموقع كليك بانك. في الاول بتكتب له ماي نيم از، بتقول له انا اسمي كذا كذا، وتكتب الاسم الصحيح اللي انت سجلته برضو. انا اعيش في مصر او اعيش في اي دولة اللي انت عايش فيها، تقول له فروم كذا، وتكتب له الرسالة اللي انا هقولها لك دي. هتقول له I apply to join click bank. انا قدمت طلب الانضمام لموقع click bank بس تم رفض طلبي، واخد سكرين شوت للرسالة دي، اخدها سكرين شوت للرسالة دي وابعتها هنا. هوريك هتبعتها فين في الاخر خالص، هنا حاجة اسمها attachment او add file، بتكتب الصورة او بترفع الصورة دي. المهم نرجع لباقي الرسالة. فبعد ما بتبعت السكرين شوت او الصورة لرسالة الرفض اللي جات لك، بتقول له please help me and to create a site account، يعني ساعدني ان انا انشئ حسابي في كليك سن كليك بانك. وبتقول له and I give you proof of my identity. فانت هنا هتبعت مستندات اثبات الشخصية بتاعتك، اول حاجة بطاقة الهوية بتاعتك، وايصال كهرباء او ايصال تليفون، وكمان هتبعت طبعا اللي هي سكرين شوت للرفض اللي جاي. بعد كده بتقول له I hope to give me a chance and approve. I have been in commission marketing. يعني تقول له انا عايز اقدم وهثبت لكم ان انا عند حسن ظنكم. انا شغال في التسويق بالعمولة بقالي سنتين، واكد على بقالي سنتين لان هنحتاجها برضو دلوقتي. وتقول له انا شغال مثلا في موقع كليك بانك او امباكت ريدياس او اي موقع افلييت انت شغال فيه قبل كده، او تدخل على جوجل وتكتب افلييت بروجرام وتختار اي شركة قوية وتكتبها هنا. بعد كده بتقول له I'll promote product using. انا هروج للعروض بتاعة كليك بانك عن طريق يوتيوب فيديو ماركتينج او يوتيوب ماركتينج، ايميل ماركتينج، سوشيال ميديا ماركتينج، والبيت سيرش والاورجانيك سيرش. يعني بتقول له انا هروج للمنتجات بتاعتكم على اليوتيوب واستخدام البريد الالكتروني والسوشيال ميديا والاورجانيك سيرش.
وبعد كده بتقول له انا ساشرح او اروج لموقع كليك بانك وعروض كليك بانك عن طريق موقعي. انت لو ليك موقع هتسجله طبعا، وبتقول له ان انا بشرح في الموقع ده كل حاجه خاصه بتسويق العموله، واتمنى ان انا اروج ليكم على موقعي. وتقول له برضو لو انت عندك قناة على اليوتيوب تقول له انا امتلك قناة يوتيوب، وتسيب الرابط بتاع قناة اليوتيوب بتاعتك، وتقول له برضو ان انا هروج للمنتجات وموقع كليك بانك على القناة بتاعتي. في الاخر بتقول له I have been in commission marketing for 2 years، بتقول له انا شغال في التسويق بالعمولة بقالي 2 سنين، ودي المواقع اللي انا شغال فيها زي ما قلنا فوق. بعد كده بننزل على حاجة اسمها تايب كويتشن، واللي بتختار فيها بلوكد فور كرييتنج اكونت، علشان تقول له ان انا محظور من تسجيل الابليكيشن على موقع كليك بانك. بعد كده بتنزل على الاكونت نيم، وبتكتب الاسم اللي انت سجلته في التسجيل الاول بتاعك لان هنحتاجه زي ما قلنا. وبتنزل على الاتاتشمنت وتضغط على اد فايل، وترسل الصوره او ترفع الصوره بتاعه السكرين شوت بتاع رفض الطلب بتاعك دي، وترسل صوره لبطاقه الهويه وش وظهر، وكمان ترسل صوره ايصال كهرباء او ايصال التليفون بتاعك. وبعد ما تملى البيانات دي كلها بتضغط على سبميت. بعد كده بتنتظر من يوم ليومين وبيتم التواصل معاك على البريد الالكتروني اللي انت سجلته هنا، وبيتم قبولك ان شاء الله بناء على الداتا والبيانات اللي اديتها لك هنا، لانه يلزمه طريق ترويج ويحس بالاهمية وان انت عايز فعلا تروج لموقع كليك بانك ومنتجات كليك بانك، يعني عايز حد يكون واقعي مش بيلعب مش بيهزر، واحد شغال صح. فبعد ما يتم الموافقة بتاعك هيقول لك سجل من اول وجديد على رابط كليك بانك، فهتبدأ تسجل نفس البيانات اللي انت سجلتها. كمان مرة بأكد، نفس البيانات اللي انت سجلتها من شوية معانا دلوقتي لازم تسجلها بالترتيب زي ما قلنا، وتكون نفس البيانات بتاعتك علشان يحسوا بالجدية ان انت مش بتسجل بيانات غلط في الاول وبعد كده هتسجل بيانات صحيحة. بعد ما بيجيلك الموافقة على تقديم طلب للمرة التانية على موقع كليك بانك، بتبدأ تسجل من أول وجديد وتسجل البيانات بتاعتك زي ما قلنا الصحيحة، نفس البيانات اللي انت سجلتها في أول مرة. وبنوصل لحد البانكينج انفورميشن زي ما شرحنا، ان انت بتسجل البيانات بتاعتك، البيانات الاسم صحيح والبنك ويفضل البنوك طبعا الأجنبية، وبعد كده بتضغط على نيكست ستيب علشان تبدأ نكمل باقي البيانات بتاعتنا ويتم قبولنا في موقع كليك بانك. بعد ما نخلص البانكينج انفورميشن بندخل على الاكاونت انفورميشن، واللي بتكتب فيها النيك نيم او الاسم المستخدم بتاعك او اليوزر نيم بتاعك، وبعد كده تكتب تنزل تحت تكتب الباسورد اللي انت عايزه للحساب بتاعك على كليك بانك، وبعد كده تنزل لايكون اسمها لينك اكزيستنج اكاونت، لو متعلم عليها تشيلها، وبعد كده تضغط على كرييت اكاونت علشان نتحول للحساب بتاعنا على كليك بانك. زي ما انت شايف ده السيرفيه بتاعنا الخاص بالحساب بتاعي، شفت انا دخلت دلوقتي على الحساب بتاعي وبعمل سيرفيه زي ما انتوا شايفين شويه اختيارات. اول سؤال هنا بيقول لك هاو ار يو بلاننج تو يوز ا سبيسيفيك كليك بانك اكاونت، يعني انت عايز تستخدم الحساب بتاعك في كليك بانك اي نوع، هل انت عايز تكون افيليت اللي انت تروج للمنتجات، ولا عايز تكون فيندور اكاونت ان انت تكون صاحب المنتج نفسه اللي بتعلن عنه في موقع كليك بانك. فطبعا هتختار الافيليت اكاونت، لو انت عندك منتجات وعايز تروجها ممكن تختار فيندور. بعد كده بننزل لايكون اسمها if you already have other click bank account، يعني انت لو عندك حساب تاني في click bank بتكتب هنا الحساب، فطبعا انت ما عندكش فتسيبها فاضية. بعد كده تنزل بتقول what is your level of experience with online marketing، يعني انت خبرتك قد ايه في المجال. نفتكر ان احنا واحنا بنبعت الرسالة كنا كتبنا ان احنا عندنا خبرة من سنة لسنتين، فطبعا ما تقفرش، ما تقولش 2 لـ5، ما تقولش 5 لـ10 والكلام ده كله، خليك في المتوسط. بعد كده ننزل على what has been your biggest obstacle in finding success، تختار اول اختيار احتمال السيرفي ده مبقاش موجود فيبقى مكانه حاجة تانية. بعد كده تنزل ليه how do you personally use technology، انت بتستخدم التكنولوجيا ازاي، هتختار تالت اختيار اللي هو own domain using package tools.
بعد كده تنزل الوات دو يو فيل وود بينفيت يو ذا موست، بتختار الايقونه الثانيه سوفت وير، والسيرفي اللي بعد بتقول لك از افندور اور افيليت، اختار الطريقه اللي انت بتبعت بيها الترافيك او تستخدم الترافيك بتاعك، تختار زي ما قلنا في الشرح من اول الفيديو بيد سيرش، اورجانيك سيرش، كونتنت ماركتنج، بيد ميديا، ايميل ماركتنج، وسوشيال ميديا، وبعد كده لينكس فروم اذر سايتس. وبننزل على الاختيار اللي بعده اللي هو اللغه بتاعتك، هتختار الانجليش اللغه المفضله طبعا لترويج للعروض. بعد كده تنزل لحجم الجمهور اللي انت هتبعته او الحجم الجمهور المتوقع اللي انت هتستغله في ترويج للمنتجات على كليك بانك، هتختار تاني اختيار او التالت، يعني ازيد من 100 او 1000 طبعا برضو ما تزودش وما تقفوش. تالت اختيار بعد كده وات دو يو هوب تو اكسبكت ايرن مانثلي، انت عايز متوقع تربح قد ايه، هتقول له من $100 ل $1000. بعد كده تنزل على النيتش او اختيار التصنيفات اللي انت هتعتمد عليها في ترويج منتجاتك، ممكن تريح نفسك وتختار سيلكت اول او تختار اي نيتش انت عايزه من هنا. وبعد ما تخلص كل البيانات دي بتضغط على سبميت سيرفي علشان تدخل على حسابك الشخصي في كليك بانك، فاضغط على سبميت سيرفي زي ما انت شايف كده. انا دخلت على الداشبورد الخاصة بالحساب بتاعي، والمفروض هنا بيجي لك رسالة تفعيل على البريد الالكتروني اللي انت سجلت بيه، بتروح على بريدك الالكتروني تفعل حسابك، تضغط على الرابط بس مش اكتر، وبعد كده بتدخل على كليك بانك زي ما احنا شايفين هنا. بعد كده بنروح على الماركت بليس واللي موجود فيها المنتجات والبرودكت الموجودة على كليك بانك واللي هنستغلها في الترويج وتبقى اول خطوة ليك في الربح من كليك بانك. زي ما انت شايف كل دي الكاتيجوري اللي فيها المنتجات اللي انت بتروج ليها على كليك بانك، زي مثلا ارتس، كوكينج، اي بيزنس، والاي ماركتنج، اديوكيشن، جيمز، كل دي تصنيفات هنعرفها بالتفصيل وهنشرحها وهنعرف ازاي نختار منتج ناجح للترويج ليه على المواقع والسوشيال ميديا زي ما قلنا، علشان تكون اول خطوة ليك في الربح على موقع كليك بانك. وبالتأكيد هيكون لينا سلسلة شروحات عن كليك بانك وكيفية الترويج للعروض اللي موجودة في كليك بانك وكيفية الربح منها في الفيديوهات القادمة ان شاء الله.